كلامنا نحو السحاب، ولها فتحنا ألف باب بنوافذ الفكر التي فيها لقاء الخير طاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. يقولون أن العالم الشمولي كان في الماضي، وأن في زمننا هذا نحتاج لعالم متخصص، لكن ضيفنا اليوم خالف هذه القاعدة، فإن أتيت في الطب فهو طبيب، وفي الهندسة مهندس، وفي الصحف له باع في كتابة المقالات، وكذلك هو داعية في حلق الذكر والدروس، وله من الدورات والمحاضرات الكثير. سنكتشف سوية اليوم الدكتور وليد فتاحي في هذه الحلقة من برنامجكم نوافذ. دكتور وليد أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله دكتور وليد. مرحبا بك. لعلي أبدأ بداية من والدكم، والدكم الشيخ أحمد حسن فتاحي. يقال أن علاقتكم بالوالد كانت متجذرة وقوية جدا، ما هي الأشياء التي اكتسبها الدكتور وليد من الشيخ أحمد حسن فتاحي؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أؤمن أنه الإنسان، أي إنسان كان، الذي يساهم في تربيتهم الأم والأب، فكان الدور دور مشترك ما بين الوالد والوالدة. فضل سبحانه وتعالى كلاهما يقول لي يعني أخذت منا أفضل ما فينا، فتعلمت من الوالد الجدية، تعلمت منه الشجاعة الأدبية، تعلمت منه معايير العدل من صغري. يعني كنت أعمل مع الوالد وعمري 7 سنوات، وأذكر في مرة قصة، كنت أبيع لزبونة، وكان ديك الأيام ما عندنا ما يسمى بالجهاز الإلكتروني، فكانت أوقية، فوضعت النصف كانت قليلة والواحد كانت كثيرة، فما كنت أعرف أعمل إيش. 7 سنوات ما عندي قدرة أني أعمل الإكسترابوليشن أو عملية التوفيق ما بين الاثنين، فنظرت إليه كان مشغول، يعني أخذت بأحدهما، أتوقع كان أخذت بالكثيرة، ففجأة انقض إلي، كان بيراقبني وسألني أي أخذت، فذكرت له اللي هي كبيرة، فقال لي يا بني إذا كان رأيت الميزان واضح في حياتك ما حد يأخذ حقك، ولكن إذا كان مو واضح فدائما أدي أولوية للغير أو الشخص الآخر. تعلمت منه مرة أخرى الشجاعة الأدبية، ممكن يكون خطبة جمعة ما في خطيب جمعة فهو يقف ويخطب الجمعة. تعلمت منه الورع في المادة والمال، مرة أخرى جدية، الوقت، الزمن، احترام الوقت والزمن. الوالدة علمتنا الحكمة والأنا. تعلمت من والدة مفهوم ما يسمى بالغنى، لأنه ليس كل ثري غني، غنى النفس. المرأة اللي هي تحتاج إلى أعين الناس حتى تشعرها بقيمتها هي امرأة فقيرة وإن كانت ثرية. الوالدة بالرغم أنه نحن في مجوهرات، ما عمرها في حياتها كانت يعني تسعى إلى اقتناء مجوهرات أو لبس مجوهرات، تذهب دائما بشيء بسيطة جدا، لأنه قيمتها علمتنا قيمة الإنسان في عقله وفي فكره وفي قلبه. فتعلمت من الوالدة مفهوم الغنى الحقيقي، القراءة، الوالدة مطلعة جدا تقرأ كثير، فالحمد لله كان توزيع ما بين الوالد والوالدة، وأخذنا منهم الاثنين المعايير الرئيسية في الحياة، فلهم منا يعني الشكر والتقدير. أوكي. دكتور وليد، دكتور وليد، نشأتكم في مدينة جدة وأنتم يعني ابن مدينة جدة منذ القدم، هل كانت النشأة يعني كما ذكرت في مجملها يعني في المحلات والتجارة وبرفقة الوالد، أم كنت طفل بيتوتي يسعى للجلوس مع أمي أكثر الوقت والقراءة كما ذكرت؟ أنا من رحمة الله سبحانه وتعالى نحن كنا نعيش في فيلا في منطقة الرويس، ديك أيام كانت المنطقة دي تعتبر منطقة اللي هي حية جدا، وثم الوالد جاته نكسة اقتصادية، اشترى أرض وكان ليس فيها صك، فاضطرنا إلى بيع الفيلا ونسكن في شقة في البلد. وكان سبحان الله هذه من صناعة الله سبحانه وتعالى لتصنع على عيني، فكنت من صغري عمري 7-8 سنوات وأنا في السوق، كنت أصلي المسجد في مسجد عكاش مع جدي، بل أنه كنت بالرغم صغر سني 7 سنوات كنت أخذ جدي الضرير، أكون برفقته أخذ من المسجد إلى بيته ومن المسجد إلى المحله،
وكان جدي الله يرحمه يعني عشانه ضرير كان عصبي، فكان يعني عندما يخبط في شيء في الأرض يغضب، فكنت أحرص قبل ما أرافقه من المسجد البيت أمر على الطريق أتأكد أن الطريق خالي من أي عقبات. جميل. فتعلمت التخطيط وتعلمت المراقبة وتعلمت الحرص وتعلمت إماطة الأذى عن الطريق، وتعلمت كيف أحتوي إنسان عمره 7 سنوات وهو عمره 50-60 سنة وضرير. فتعلمت كثير من الدروس في السوق. كوني كنت في السوق كنت أرقب الناس، كنت أحب أجلس وأشوف الناس في الأسواق كيف يتعامل مع بعض. عمري 17 سنوات، الوالد داني محل صغير في البلد مسؤول عنه من ألف للياء، بحيث أنه أبيع واشتري وأنظفه. فهذه طبعا التربية ما لم تكن في مقدوري لو أنه بقيت في الفيلا البعيدة عن البلد. طب الذي يستمع لهذه المسيرة من الصغر يعني يقول أن الدكتور وليد يجب أن يكون عندما يكبر تاجر بحت، لأنه بدأ وتعلم في هذه الدكاكين، وهذا يعني الغالب في حياة أبناء التجار يسيرون على نهج أبائهم. لكن وجدنا أنك في مراحل يعني متقدمة في المرحلة الجامعة وما بعدها سلكت مسلك لا يسلكه دائما أبناء التجار، وهو مسلك الطب وهو علم صعب والهندسة. كيف استطعت إخراج نفسك من أجواء أبناء التجار حينها؟ هو حقيقة أنا أؤمن أن الإنسان مخير في النية، وما عدا ذلك الله سبحانه وتعالى يسيره. فأنا نيتي كانت من صباي وصغري أني أكون أدرس قانون، ليس هندسة ولا طب ولا تجارة. كنت أريد أن أكون قانونيا، وكنت أريد أن أحمل دكتوراه من قانون في الهارفارد ودكتوراه في الشريعة الإسلامية من أحد الجامعات الكبرى لك الأزهر. السبب في ذلك أني كنت أبغى أكون أنا ممثل للأمة الإسلامية في المحافل الدولية. كنت أتألم عندما أرى ناس يدافعوا عن القضايا الإسلامية لكن لا يملكوا هؤلاء السلاحين دول، اللي هو القانون الوضعي واللغة الإنجليزية القوية وكذلك الشريعة الإسلامية. فخرجت لأمريكا بعد الثانوية، كنت الأوائل، وكن نيتي أني أدرس قانون. لما وصلت هناك قالوا عشان تدرس قانون لابد أنك أنت تدرس قبل البكالوريوس، فدرست الهندسة. هندسة. في السنة الأولى هندسة، في آخر السنة الأولى دخلت هندسة بنية القانون. نعم، أني أخذ بكالوريوس هندسة ومن ثم أتم كقانون. فبعد السنة الأولى جاء الوالد، كان في واشنطن بيزورنا، وطلب مني طلب عجيب جدا. قال لي أنا كان رغبتي أكون طبيب وأنا صغير، وجاتني بعثة، ولكن عشان جدك فقد بصره اضطريت أن أجلس معه، فلسه في حزة في نفسي يعني، فأريد أحد أبنائي يكون طبيب. فشرحت له أنا بالنسبة لي هدفي واضح جدا، أريد أن أكون قانوني عشان كذا وكذا وكذا. ما رضخت لضغط الأب. أي. بعدين شيء آخر، أنت ليش كنت ليش أنت حريص؟ قال لي أنا شفت واحد طبيب ودخل مريض يدعو لأبو وأم هذا الطبيب في قبره، فمن سيدعو لي؟ قلت والله المشكلة دي مش حقتي أنا حدخل قانون يعني، انتهى الموضوع. بالمناسبة أصلا لا يقبل أحد في الطب في أمريكا، في ذاك الوقت لم يقبل أحد في الطب في أمريكا، اللي هي مرحلة. والسبب؟ يأتوا بعد البوست جراجويت، يكون درسوا بكالوريوس ويكملوا بعد كده التخصص. كنت أنت في مسار دخول القانون أو إيه؟ لكن الدراسة الطب كإم دي اللي هي المرحلة الأولى ما في سعودي قبل كده. فقلت ما يقبلوا أصلا أطباء، فقال لي ملي الابليكيشن. رحت أخذت الاستمارة ومليت الاستمارة بالقلم الرصاص لأني لا أريد أحد أن ينظر إليها. ووضعت الطابع 20 سنت وأقول في نفسي what a waste، يعني إيش حضيع على 20 سنت. حطيتها وبعدين كلمته بالتليفون، قلت الحمد لله قدمنا. فقعد يعني متأثر جدا ويدعو، ولم أدرك أنه أبواب السماء قد فتحت لدعوته. بعدها بحوالي شهر دعيت من العميد كلية جورج واشنطن، فوجئت ليش يدعوني. فوجئت أنهم لهم سنوات بيعملوا في عملية كيف يجعلوا جامعة جورج واشنطن كلية الطب تكون أكثر ثراء من ناحية الفكر. فكانت التوصيات أن يأخذوا 5 طلبة، هؤلاء الطلبة من كليات مختلفة في جورج واشنطن، ليسوا من التخصصات التقليدية يعني ما هم كيمياء أو أحياء. واحدة منهم كانت هندسة، قال لي أنت الوحيد المقدم من الهندسة وعندك علامات كاملة. فأصبت باكتئاب كأنه سحابة سوداء فوق راسي، لأنه قبلت في الطب. إيه، ما أبغى أقبل في الطب. فقلت له ترى أنا السعودي بدي اخرج من الشغله سعودي عشان تخليه يبطل. قال لا، احنا ما عندنا عنصريه ضد اي لغه او دين، فانت قبلت بدون الامكات الاختبار التحضيري بشرط تنتهي من
البكالوريوس الهندسة وتبقي علاماتك 3.5 على 4 والحمد لله انتهيت المهندسة مرتبة الشرف الأولى ولا الدفعة ودخلت الطب في جورج واشنطن وانتهيت منها الحمد لله ودخلت على هارفارد عملت البورد ونسيت أمنية الأولى ولكن الله لا ينسى فتمر الأيام بعد حوالي 15 سنة وتأتي الحاجة 10 سبتمبر وأكون أنا نائب رئيس اللي هي جمعية إسلامية بوسطن ووقتها كنت أصلا يعني الحمد لله يعني بأم الناس في المسجد وطلبت الجالية 50,000 مسلم أني أنا أمثل المسلمين في ولاية ماساتشوستس فحقق الله أمنيتي ولكن حققها بطريقة أجمل من لو أني كنت أنا محامي فالإنسان ينسى ولكن الله لا ينسى وتعلمت فيها الحكمة العطائية تقول إذا أردت أن يستعملك في أمر دون سواه فتطلب منه أن يخرجك من أمر دون سواه فلو أراد لاستعملك من غير إخراج فكان استعمال الله سبحانه وتعالى وحقق أمنيتي ولكن بطريقة أجمل طريقة مختلفة كطبيب حتى الناس في التلفزيون أول مناظرة كانت ما بيني وما بين ثلاثة واحد سنتي للمناظرة واحد نعم طيب دكتور 25 سنة يعني ربع قرن نقول في ربوع الولايات المتحدة الأمريكية هذه فترة طويلة جدا نعم ماذا أخذت منك هذه الفترة وماذا أعطتك باختصار نعم. هي حقيقة 20 سنة ووصلت 1982 ميلادي في جولاي 4th of July اللي هو العيد الاستقلال حقهم وسافرت بعد 20 سنة في نفس الشهر بعد 20 سنة المكان أي مكان في الدنيا لا يأخذ ولا يعطي الإنسان وإنما هو تفاعل ما بين الإنسان والتراب والزمن كما قال مالك بن نبي الحضارة هي عبارة عن إنسان وتراب وزمن فأنا كإنسان قضيت 20 سنة زمن كان لي تفاعل مع التراب فضل سبحانه وتعالى علمتني أمريكا كثير جدا كما قال طارق سوداء عندما سئل تأثير أمريكا عليه قال لها فضل كبير علي الحقيقة تعلمنا في أمريكا الإسلام الوسطي اللي هو الإسلام الصحيح هنا ما كنت تعلمت الإسلام الوسطية في الإسلام لها محاور كثيرة منها مثلا واحد موضوع الثوابت ومتغيرات كيف الملائمة ما بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر جميل تعلمنا كيف عملية النظر في جزئيات القرآن والسنة في ضوء الكليات ومقاصد الكلية تعلمنا حكمة التدرج حكمة التدرج سواء كان في الدعوة أو في التعليم أو في الفتوى يعني القرآن الكريم عندما وهي طبعا هذا منهج رباني بدأ بالقرآن الكريم عندما يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى طبعا يذهب بعض العلماء أن هذه الآية نسخت وإن كان البعض يقول ليس في القرآن ما هو منسوخ البعض يقول أنها تدريج ربما هي نسخت قد تكون نسخت فقها وشرعا وقانونا ولكنها لم تنسخ كمنهاج تربية جميل. فتعلمنا منهج التدرج في الدعوة التدرج في الإفتاء التدرج في تعليم الناس تعلمنا كيف البناء للهدم والجمع للتفريق والتقريب للمباعدة تعلمنا مفهوم الشمول الإسلام لدين ودولة وشريعة ومنهاج حياة متكامل تعلمنا المرأة دور المرأة في الإسلام ما بين نقيضين اللي هو أو حمايتها من حاجتين اللي هي رواسب عصور التخلف وكذلك المنهاج الغربي الاستعماري لتحييد دور المرأة تعلمنا كيف نكون نحن مبشرين في طريقة دعوتنا ومسهلين في موضوع الفتوى يعني بخلاصة الموضوع تعلمنا كيف الإنسان يكون نستطيع أن نقول دكتور أنك تعلمت الإسلام الحقيقي في أمريكا؟ نعم الإنسان الإسلام الحقيقي اللي يجعلك قادر أن تستلهم من الماضي وتعايش الحاضر وتستشرف المستقبل أكبر مصيبة أصبنا بها أنه نحن بدأنا نرى الإسلام ليس من معينه الصافي السهولة الأولى وإنما من خلال كل عصر له لون وكل عصر له فقه إذا نحن بدأنا نرى عصرنا بمنظار عصر آخر واخترنا ذلك اللون فنحن حجبنا أنفسنا من أن نعود للمعين الصافي السهولة الأولى اللي هي نحتاج إلى العودة إلى الفعالية الأولى فتعلمت الإسلام في أمريكا كما تعلمه طارق سودان وكثير آخرون من خلال علماء مسلمين اللي هي كانت محط لكل العلماء المسلمين من أقطار مختلفة
فتعلمنا كل المفاهيم هذه في أمريكا. هذه المفاهيم لم تكن متاحة للتعلم داخل المملكة العربية السعودية، يعني جرت العادة عندما نسأل شخص ماذا تعلمت من أمريكا يقول ربما العلم على أصوله أو الهندسة والطب وخلافه، لا يقول تعلمت الإسلام على أصوله، ويقول تعلمت تطبيق الشريعة. هنا في السعودية أو في جدة تحديدا حيث يعني رحلت منها، لم تكن هذه الأشياء هو متاحة؟ الآن أنت عارف أنه الإسلام مرة أخرى وسطية، كما ذكرت لك، في لابد عشان تصل الوسطية أن يكون هناك عندك احترام لجميع المذاهب، يكون عندك قدرة أنك أنت تتعلم من مذاهب مختلفة، تفهم المرونة حقة الإسلام. فهذه كلها تواجد في أمريكا، أنك أنت هناك في أمريكا تجد علماء من كل عالم إسلامي، من جميل. كل أطياف. فأمريكا قدمت لنا كثير، وكذلك تفاعلنا مع هذا التعليم وأنشأنا مركز الحضارة الإسلام في بوسطن، وكان لها الحمد لله، اللهم لك الحمد رب، اللهم استعملنا في الكنائس والمعابد للدعوة لله سبحانه وتعالى. دعني أنتقل دكتور لمحور آخر، يعني بعد 20 سنة هذه التي أتت أو التي تحدثنا عنها ربما في الولايات المتحدة الأمريكية، ننتقل إلى المملكة العربية السعودية. هنا في مدينة جدة وفي المنطقة الغربية وربما في السعودية ككل يعرف الدكتور وليد الفتاحي بالمركز الطبي الدولي الذي هو المشفى المشهور في مدينة جدة. بداية كيف أتت فكرة هذا المشفى؟ نعم، هو الحقيقة أنا طبعا كبناء كمستشفى الوالد هو اللي كان عنده يعني حرص، لكن أنا اللي حصل في مرحلة معينة من عمري وجدت أنه أنا ما عندي حافز أني أرجع لهذه البلاد، لا من الناحية المادية ولا المعنوية ولا التقنية ولا عملية الكلينيكية ولا حتى من الناحية الدعوية. ما الذي دعاك للرجوع إذن؟ ما في شيء أجمل في الدنيا بصراحة من أنك كل ويك إند أنت ماما في معبد وألا في كنيسة تدعو الله سبحانه وتعالى. أعادني إلى البلد شيء واحد فقط، عندما نظرت رأيت أن هناك معايير أمريكية للرعاية الصحية ومعايير كندية وحتى أستراليا اللي هم 20 مليون بني آدم، هناك معايير خصر. أسترالية للرعاية الصحية، هذه المعايير تتنافس مستشفيات في العالم حتى يأخذوا الشهادة حقتها الختم ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم 1.5 مليار، ليس هناك معايير إسلامية رعاية صحية، لا يوجد أي معيار، معايير متكاملة بحيث أن زي شهادة ما فيش. فوجدت أنه هذا دوري، فندبت نفسي لهذا الثغر أني أضع النواة لما سيأتي ويقال هنا وضعت نواة معايير إسلامية رعاية صحية. عندما أقول معايير إسلامية لا أقصد بذلك أن تكون بديل، لا، نطبق المعايير الأمريكية والكندية، ونحن الحكمة ضالة المؤمن، فنأخذ كل هذه المعايير ولكن نساهم شيء للإنسانية. لابد من إسلامنا وديننا في كثير من الأشياء التي ممكن نقدمها للعالم في المعايير الإسلامية، من هذا المنطلق فقط عدت. ولذلك لو تشوف رسالتنا، وأنا أقدم دائما كرتي، لما أقدم كرتي أقدمه بالجزء الرسالة. اللي هو الرسالة، لأنه أنا أؤمن أنه نحن كأشخاص لابد أن نعرف برسائلنا، رسالة حياتنا قبل أن نعرف بأسمائنا، رسالة صناعة نموذج فريد لرعاية الصحية ذات نظرة شمولية لشفاء الإنسان جسدا وعقلا وروحا باتباع أفضل المعايير الطبية العالمية للعلاج واقتفاء المعايير الربانية في المعاملة والأخلاق. هذا المستشفى الذي بني تكلفته يقال أنها 350 مليون ريال، البعض يقول أن هذا رقم بسيط جدا أمام ما نسمع من أرقام فلكية لمشاريع تتجاوز المليارات، ما السر في هذا الرقم البسيط؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحقيقة المستشفى هذه اللي هي كثير من الناس يعتقدوا أن كلفت مبالغ باهظة، في عصر المليارات الآن الناس يقول مليارات، خاصة بالنسبة لطريقة تصميمها والأحجار الطبيعية، كلفت أقل بكثير من أي مستشفى أخرى في وقتها، والسبب في ذلك بسيط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كنت في أمريكا والمصمم بعد 11 سبتمبر أحب أنه يستغل الوضع السياسي، فطلب زيادة في مبلغ التصميم $1,000,000 ودانا التصميمات ومغطاية بالأسود، واحتفظ بما يسمى إلكترونيك دروينج اللي هي الرسومات الإلكترونية، اللي بدونها صعب تبني، صعب تنفيذ، صح. وقال تدفع المبلغ هذا أو ما أديك التصميمات. الوالد قال لي يا ابني أنت عندك مستقبل وعندك رسالة، أدفع الآن 11 سبتمبر، وما أعتقد، قلت له لا، لا أستطيع أني أنظر إلى نفسي في المرآة وأعرف أن إنسان خدعني
الله سبحانه وتعالى يباهي بهؤلاء الذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون. يقول والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال لي يا ابني يعني هذه مثاليات والمهم يعني كان في اختلاف النظر. في النهاية قال لي أنت مسؤول. فأنا أخذتهم محكمة 9 شهور تأخر. والحمد لله 9 شهور تأخرت المشروع 9 شهور وانتصرت في المحكمة ورجعوا المبلغ دفعونا القاضي أعطانا الرسومات بدون $1,000,000 وغرمهم $150,000. التأخير هذا كان أفضل شيء صار لي لأن التأخير جاء رجعت السعودية في وقت كانوا المقاولين محتاجين لأي مشروعات. ما كان في مشروعات في البلد والإسمنت واطي والحديد واطي فكان التوقيت توقيت رباني. بعد ما وقعت الاتفاقية بأشهر ارتفعت أسعار الإسمنت والحديد فأقول لذلك نعم يعني لكن دكتور يعني المشاريع الآن التي نسمع عنها بمليارات الريالات معناته أصحابها لا يتقون الله يعني المشروع حقنا قبل ما ينتهي أخذت أحد الناس اللي يملكوا شركات ضخمة قلت له هذا المشروع كم يكلفك المتر؟ قال لي كلفني على الأقل 10,000. قلت له إحنا بنيناه ب 3,200 ريال. قال لي مستحيل. قلت له هذا الواقع. ثلاثة أضعاف يعني. ثلاثة أضعاف يعني هو قبل حتى ما ينتهي المستشفى كان قيمته 3 أضعاف. مرة أخرى هذه عناية الرحمن لأنه النية إن شاء الله تكون صادقة بإذن الله. بإذن الله. البعض يتهم المستشفى أن هناك أنا في المستشفى يقولون يعني إذا سألت العامة يقولون هذه مستشفى الدكتور فتيحي لا يقول المركز الطبي الدولي لكن يقال أن هناك العدد كبير من الشركاء في المستشفى والدكتور فتيحي هو مساهم مثل بقية المساهمين. الحقيقة أول شيء أنا مساهم أملك جزء بسيط جدا من المستشفى. كم الجزء اللي تملك؟ حوالي 4% 4% فقط. والبعض يظن أنها 40%. لا 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 وأنا حرصت لما بدأنا المستشفى كلها أيام مع الوالد أنا حرصت أن لا تسمى باسم فتيحي. نريد أن نخرج من العقلية القبلية. نحن نريد أن نؤسس مؤسسات. طب لوجو فتيحي برا كبير. هذا مفتح لا أبدا ما له علاقة. ومشابه بلوجو المجوهرات. هذا سبحان تشابه ليس له مهم مخطط. هي عبارة عن 5 أهلة والأهلة تشكل 5 المحاور الرئيسية جسد والعقل والروح ومعايير ربانية والمعايير الطبية العالمية. فهدفنا في الأول كان أنه هو نؤسس لمؤسسة. أما بالنسبة للمشاركة وغير ذلك أنا أؤمن أصلا الإنسان ليس منا من يملك شيء إلا على قدر ما ملكه من قبلنا من أهل القبور. كل ما نملك هو النية وما نبني لأنفسنا في الآخرة. من هذا المنطلق ما كان يعني الحرص أنه هو نكون مستشفى هذه الأغلبية تكون لفتيحي بل بالعكس أنا حرصت أن يكون مساهمة من شركات مختلفة. جميل. شركة فتيحي تملك كشركة فتيحي تملك حوالي 20% وأنت شخصيا 4%. نعم. في تصريح لكم في جريدة الشرق الأوسط قلتم أنكم ستقدمون حينها كان المستشفى يعني يرى النور في بداياته التشخيص السليم والصحيح وغير المبالغ فيه ضع خط أحمر هنا لذوي الدخل المحدود الذين ترهق كاهلهم تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة. يعني نحن استبشرنا بداية بمستشفى خاص ربما بديل للمستشفيات التي يعني عرف عنها ربما المتاجرة بأمراض الناس. مع هذا إلى الآن يعني إذا نظرت للمستشفى والسيارات الداخلة فيه والخارجة تجد أن معظم مرتديه من الطبقة المخملية. ما تفسيرك؟ أول شيء إيش الهدف المستشفى؟ هل أنا رجعت من أمريكا عشان أبني مستشفى وأقدم خدمات بمستوى اللي هو متواجد وبسعار بسيطة أو أني أجد البديل لهؤلاء اللي اضطروا يتركوا هذه البلد ويتعالجوا برا ويدفعوا 10 أضعاف؟ نحن جينا عشان نقدم نموذج جودة عالية جدا تغني كثير من الناس من السفر للخارج. هذا رقم واحد. رقم اثنين الصحة بشكل عام مكلفة لكن مجتمعاتنا أولوياتها أصبحت أولويات خاطئة مقلوبة. في الغرب أول شيء يعمل تأمين صحي قوي، اثنين يشوف تعليم قوي أولاده ومع بعد ذلك يفكر في أشياء أخرى. نحن عندنا أمور مقلوبة، البيت والسيارة والتليفون الهاتف أحسن الهاتف والسفر في الصيف وبعدين التعليم خلي الحكومة تعلمنا وبعدين في الصحة بعد ما تصير في شيء معين تعالوا ساعدونا عشان نبغى نتعالج. إذا المستشفى دكتور يعني فقط هو يوفر على الأشخاص الذين يريدون السفر ومع ذلك لسحجيك ومع ذلك استطعنا نصل إلى جودة. عندنا أكثر من 120 بورد أمريكي تحت مظلة واحدة لم يسبق في الشرق الأوسط. نحاول أن نحافظ على وقت المريض يعني الطبيب في السيشن الواحد ما يشوف أكثر من 12 مريض أو 13 مريض في حين باقي المستشفيات الأخرى ممكن يشوف 40 مريض في السيشن الواحد. السيشن كم مدته؟ أربع ساعات. أربع ساعات. طيب.
في المستشفيات تشوف 30 40 مريض، نحن نحاول نحمي وقت المريض. فالهدف منها جودة عالية جدا رقم واحد، البديل للناس ما يسافروا برا، ومع ذلك تجد أن أسعارنا ليست أغلى من أسعار المستشفيات الموجودة إلا بشيء قليل، قد يصل إلى 10% إلى 15%. معنى ذلك أوجدنا البديل حق الخارج اللي يكلف عشرات الأضعاف فقط بإضافة بسيطة جدا حوالي 10-15%. مرة أخرى ترى فكرة أخوي عاصم، في 23 سنة لم تبنى مستشفى واحدة في جدة حكومية خاصة، خاصة وحكومية. آخر مرة كان الألماني 23 سنة بني مركز طب الدولي. ليه؟ السبب ليس هناك حافز. ليش تبني مستشفى وتحط فيها مليار ريال وبعد 10 سنوات تطلع لك 5% أو 6% أو 7% أرباح، في حين ممكن ترميها أنت في الأراضي وتطلع لك عشرات الأضعاف، لا يدفع عليها زكاة ولا ضرائب وما تأكل ولا تشرب الأرض، وبالطريقة هذه أنت يعني لمن يبحث عن ربح فتجارة الأراضي مربحة أكثر. مظبوط، وما حيتكلم معهم. فالمشكلة المجتمع أصبح للأسف يعني أولوياته معدومة، وقدرته على التمييز من العامل الذي ماله أصبح رأس مال مش ثروة. هناك فرق بين الثروة ورأس المال كما قال مالك بن نبي. الثروة عبارة عن مال غير متحرك لا يدخل في دائرة الاقتصاد مثل الأراضي قاتل، وأما رأس المال هو مال متحرك يدخل في الدورة الاقتصادية وينمي الحياة ونشط الحياة. فعشان كده الإسلام يريد رؤوس أموال لا يريد ثروات، لأن رأس المال عامل. حتى الوعاء الزكوي يحميك إذا كان مالك متحرك، الأراضي عبارة عن أموال راكدة. لذلك الناس عندما يقول الصحة غالية هذا مو صحيح، بل بالعكس السعودية بتنفق فقط 6% من دخل القومي في الصحة، في حين تنفق أمريكا 18%، ثلاث أضعاف. عجيب. فواضح أن نحن أولوياتنا أصبحت أولويات مختلفة. دكتور عند الأراضي، دكتور تحدثت أنه البعض ربما يستثمر في الأراضي تدخل له شيء أكبر، يعني يقال أن المستشفى أو المركز الطبي الدولي كان في سابقه أرض بيضاء. نعم. منحت لك يعني أبداً أبداً أبداً، بالعكس. طيب ما الحقيقة؟ العكس كان ذلك. الأرض أرض المركز الطبي الدولي كانت في السابق قصر الملك خالد رحمة الله عليه. وفي حرب الخليج كان في 4 أيام المجتمع السعودي كان يعني شبه يقين أن المجرم صدام حيدخل، فكانت الأموال تهاجر الخارج والناس يهاجروا الخارج. فالوالد وقف على هذه الأرض وبركة هذا الرجل ملك خالد رحمة الله عليه، وشافها للبيع وكلم البائع واشترى الأرض في تلك الأيام اللي هي يعني ما حد فيها يفكر يشتري أرض. والنية كانت أنه عندما كانت الأموال تهاجر خارج البلاد والمسلمين يقتلوا بعضهم البعض، أراد الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه ويقال ويقول له يعني إن من أمة محمد من وقف في هذا المكان وهذا الزمان فاشترى أرضا لتحيا فيها النفس، فقال لي هذه النية ستبقى لك ما حييت. جميل. فالقصة مختلفة تماما، بل بالعكس الحديقة اللي هي جوار مركز الطب الدولي كانت عبارة عن حديقة مهملة. أنت عارف جدة فيها أكثر من 200 حديقة مهملة. لكن مش مهملة، ما لا, لا لا تعتبر حدائق، غير موجودة. فقدمنا نموذج جديد للحدائق بالتعاون مع أمانة مدينة جدة، كيف نقدم لكم نموذج ما يكون فيه مردود مادي اللي هي عبارة عن مناقصة. فحطينا 5 مليون ريال، طورنا الحديقة، ثم بدأنا في عملية ريها من محطة كاملة لتعقيم مياه عملناها تحت المستشفى، كانت 5 مليون ريال. مركز الطب الدولي مؤسسة الأولى في السعودية اللي عملت هذا النظام، بحيث ما يطلع عندك مجاري، يطلع ماء صافي. فحولنا الماء ده لري هذه الحديقة، وفرنا 300,000 ريال في السنة، وقدمنا نموذج جديد كيف ترعى الحدائق. لنقول للمجتمع أنه لو كل مؤسسة قامت برعاية حديقة وقدمت، وقد هذه عبارة عن رعاية حديقة شراكة ما بين القطاع الخاص وما بين مدينة جدة، هدينا مدينة جدة لا استطاعت في خلال 2-3 أعوام يكون عندك 200 حديقة للمجتمع. لكن لا يوجد أشخاص، ليس هناك منحة كأرض، بل بالعكس نحن ساهمنا في وضع نموذج جديد في شراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لنفع المجتمع. قبل أن نذهب لفاصل يعني ونستمرون نحن في المستشفى، المستشفى أشيع بداية، ربما هي إشاعة ومعلومة لعلك تخبرنا بعد قليل، أنه سيكون فقط للمرضى الذين يعني يدفعون كاش وليسوا يحملون التأمينات. نعم. وهذا سينعكس على جودة المستشفى وعلى الازدحام فيها. لكن فوجئنا بعد ذلك بأن المستشفى مزدحم للغاية بالمرضى أو أصحاب نعم. يعني الشركات الذين يعملون في شركات تقوم بالتأمين لهم. نعم. فما هو السبب؟ هل حولتم الاستراتيجية؟ لا لا، من أول يوم كان
انت خلي بالك عشان تبدا مستشفى. تصور اول يوم حيجيك مريض اثنين مريضين اثنين ثلاثة مرضى وعندك حوالي يمكن 100 طبيب. صحيح. حرصنا على الجودة لم نفتح التأمين من اول يوم. لو فتحنا التأمين اول يوم حتلاقي نفسك من اول يوم عندك 100 سرير ممتلئة. 100 سرير ممتلئة مهما انت عملت انت لا تستطيع ان تواكب الجودة في يوم وليلة، لانه عندك حوالي 1000 من العاملين فجأة جوا مع بعض، يحتاجوا وقت يشتغلوا مع بعض، التروس كلها تكون متطابقة. فحرصا منا على الجودة تدريج. آثرنا أن نفتح تدريجيا، مع أنه رغم هذا حيكلفنا عشرات الملايين لأنه مستشفى تقريبا فاضية، لكن آثرنا ذلك حتى نحافظ على الجودة وتدريجيا نرتفع في عدد الأسرة ونحافظ على الجودة حقتنا، بل تكون أفضل يوم بعد يوم. فبعد سنتين فتحنا للتأمين عندما كنا قادرين أن نلبي احتياجات، نستطيع أن نغطي عدد كبير من الأسرة وفي نفس الوقت لا يتأثر الجودة. كلمة أخيرة قبل الفاصل، ماذا همس خادم الحرمين الشريفين في أذنك يوم افتتاح المركز الطبي الدولي؟ الحقيقة مجيء الوالد الملك الله يحفظه تعتبر من أحد الهدايا من الله سبحانه وتعالى. إلى يومك هذا أنا لا أعرف كيف جاء الملك ولي العهد لافتتاح مستشفى خاصة. ذهبت له في 25 رمضان في مكة، وقفت وطلبت منه أنه يأتي الافتتاح، فنظر إلي وقال نفعل. وهذه من الله سبحانه وتعالى كأنها هدية. عندما جاء الملك الله يحفظه أول حاجة مسك الرسالة حقتنا وضع على قلبه، قال هذه أضع على قلبي وأحميها. جميل. مقولة هذه ساعدتني كثير، لأنه أنا الله يعلم أني لن أداهن. من أول يوم وصلت فيه قيل لي كثير من الناس جاء الأعمال مخضرمين، يا ابني عشان تنجح لابد أنك تكون أنت تعرف ضع مثالياتك على جنب، لابد تكون أنت مرن. طبعا مرن معناتها مرن اللي هي أن تكون شاطرا، والشاطر في اللغة العربية هو السارق والشطار هم السراق. يعني فأنا الله يعلم أني أنا لن أقبل ذلك، فجاء بالملك عشان يضع هذه على قلبه ويقول أنا أحميها. حتى الفاسدين يبدأ يفكر 100 مرة قبل ما يعرقل لي مشروعي، ليعلم أني أنا لن أداهن ولن أمشي مع الطريقة حقته. أخوي عاصم، نحن في مجتمعنا هذا ندفع ضريبة كما قال مالك بن نبي، إن الأفكار التي يخونها أصحابها تنتقم لنفسها. إن الأفكار التي يخونها أصحابها تنتقم لنفسها. فمن أحد الأفكار اللي هي نحن خلناها أنه جينا سمينا الأشياء بغير أسمائها، فجينا الرشوة أديناها اسم ثاني وجبنا حتى الفتوى حقتها. فأنا كنت من أول يوم أقول أنا لست هنا لأبني مستشفى وأديرها، وإنما لصناعة حياة. فالله سبحانه وتعالى أتى بالملك حفظه الله حتى لما علم من ضعفنا، فأراد أن يقوينا بكلمة قالها. أما الأخرى التي همسها في إذني أنه قال لي أنه أنتم يعني أنا أفضل أبقيها لنفسي، ولكن هي عبارة عن دعم، عبارة عن دعم، عبارة عن كلمة من 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 أب حنون رأى شيء أراه الله سبحانه وتعالى فأراد أن يعبر بي لي، فأنا أحب أن أحتفظ بها بنفسي لأنها أنا دعني هدية لي. أهمس في أذنك. أنا بحاجة للذهاب إلى فاصل. السادة المشاهدين، فاصل قصير ونعود لاستكمال حوارنا الماتع مع الدكتور وليد فتيحي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقتنا اليوم من برنامجكم نوافذ مع الدكتور وليد فتاحي. أهلا بك دكتور مرة أخرى. يا مرحبا، السلام عليكم. ننتقل دكتور إلى محور آخر اشتهرتم به كذلك غير الطب ودراستكم في الهندسة، وهو محور الكتابة. نعم. نجد الدكتور وليد فتاحي كذلك كاتبا للمقالات في عدة صحف سعودية، أو يعني نجد مقالاته منتشرة ما شاء الله. يقول الدكتور عبد الله أبو السمح، 7 صنايع والبخت إيش إن شاء الله مضايع. نصحك الدكتور عبد الله أبو السمح بالتركيز في مهنة معينة، وقال أن الكتابة هذه تشتت تركيزك، وأن أنت يعني داعية ودكتور وطبيب ومهندس، وقال أنك يعني من الأفضل أن تركز. فماذا تقول لعبد الله أبو السمح؟ أنا طبعا أحب دائما أنه لا نتحدث عن أشخاص، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام، فنطلع عبد الله أبو السمح من الشغلة. أقوام نصحوك بالتركيز. أتكلم أنا طبعا، هو لو كتب مقالة ردوا عليه حوالي 13 واحد ما شاء الله. فهو الرجل الذي يعني أنا يبغى أشكره، لأنه بعد الهجوم حقه
انتشرت كتاباتي و 13 كاتب دفعوا عني في الصحف تسويق فعملي تسويق يعني هو الطبيب بالذات يتعامل مع خلق الرحمن كل ما عدا ذلك صنع الإنسان كل ما عدا ذلك يعمل في صنع الإنسان إلا الطبيب يتعامل مع خلق الرحمن ولذلك المفهوم الشمولي للطب جسد والعقل والروح يستدعي أنه نحن كأطباء نذهب أينما ذهب الإنسان أنا قضيتي الإنسان قضية الإنسان صحة جسدا وعقلا وروحا فإذا كان هناك في المجتمع من لابد أن ينشط في الكتابة وأن يحمل هم الإنسان في كل مجالات الحياة فهو الطبيب لأنه الطبيب الذات إذا ما تعاملت مع الفقر وما تعاملت مع ما يؤدي إلى الضغط النفسي للإنسان خارج المستشفى حقتي وحاولت أحلل مشاكله برا المستشفى فلم أكن أنا جزء من المنظومة اللي هي العلاجية الشفائية فطبعا يعني بالذات الطبيب مفترض أن لا تقول له هذا ليس مجالك لأنه مفروض يذهب أينما يذهب الإنسان عندما يتحدث أكتب أنا عن الفقر في يتحدث عن حق من حقوق الإنسان اللي لو ما عالجته يترتب عليه أمراض كثيرة ويأتيني مريض عشان أعالجه بدواء فمفهومي أنا مفهوم كثير من أطباء اللي هو مفهوم أن نكون أداة شفاء وأن نتواصل مع الإنسان ونحارب وندافع وننافح عن حقوقه ونعالج مشاكله خارج العيادة كما نعالجها داخل العلاج لكن الكتاب دائما يشتكون من أن الكتابة تسرق الأوقات ويحتاج لها الكثير من التركيز ألا تشتتك الكتابة وأنت طبيب مدير المستشفى في نفس الوقت؟ هناك من يكتب لكي يقرأ لا هناك من يكتب ليعبر عن معاناة الإنسان أيهما أنت؟ أنا لا أكتب إلا لأعبر عن معاناة الإنسان ولذلك في فترة انقطعت عن الكتابة لأنه لا أريد أن أكرر نفسي عندما وجدت أن القلم في هذا المجتمع ليس له التأثير الفعال فآثرت أن الساعتين هذه في الأسبوع لأكتب بها مقالة أنا أضعها في شيء آخر فبالنسبة لي الكتابة لا تشتت نحن التشتيت هو الأشخاص اللي يضيعوا وقتهم في مباراة كرة القدم ولعب البلوت هذا هو التشتيت مضيعة وقت جميل. لكن أن تكون عندك مقال هدفك أنك أنت تدافع عن الإنسان وتساهم في أن يكون يأخذ حقوقه وسلامته الصحية والعقلية والجسدية هذا ليس تشتيت على الإطلاق تهمة تلاحق مقالاتك هي نفسها التي لاحقت المركز الطبي الدولي وهي النخبوية والبرجوازية في الطرح ربما حتى أن جمهورك يقال جمهور المقالات هم فقط الطبقة الأرستقراطية وأنت لا تستهدف إلا طبقة معينة لست الكاتب العام هل هذا صحيح؟ وعلى فكرة بالعكس أنا يعني للأسف أحسب على شريحة وانتقد أنني أكتب كأني من شريحة أخرى عندما أتحدث على الفقر وعلى الفساد والأراضي البيضاء طيب يعني إذا يعني صح لي القول أن هناك شريحة معينة مستفيدة من هذا الوضع فأنا دائما من الناس الذين يحاربوا كثير من الأشياء وأكون صوت هؤلاء اللي هم الضعفاء إنما تنصرون بضعفائكم طريقة كتابتي قد تكون طريقة وخاطب بها شريحة معينة لتستطيع فهم المقالات لكن قضاياي هي قضايا الإنسان الضعيف الإنسان اللي هو مظلوم فإن كان فهو اختلط عليهم شيئين قضاياي قضايا الإنسان الضعيف أسلوبي أسلوب الأكاديمي وهذه أعتبر أن هي أقوى طريقة لتغيير المجتمع لأنه تحيي فيها ضمير هؤلاء الذين يستطيعون صنع القرار تتحدث باللغة حقتهم ولكن تتحدث باسم هؤلاء الذين مضطهدين أو الناس اللي هم بيعانوا ولابد أن يرفع عنهم هذا الظلم والضعف جربت الكتابة في الصحف والآن نجدك يعني أحد الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي وتحديدا في موقع تويتر نعم الأثر الأكبر لكتاباتك تجده في الصحافة التقليدية أم في مواقع التواصل الاجتماعي التي تحسب على الإعلام الجديد والله الاثنين فعالين لكن أنا فوجئت أنه المجتمع بشكل عام نحن نعيش في عالم السرعة الناس ما يبغوا يجلس عشان يقرأ مقالة طويلة لكن لو خدت المقالة وقسمت له هي إلى أجزاء بسيطة سهل هضمها تجدها
بتلف وتصل إلى بعض الأحيان إلى مئات الآلاف. فأنت تحتاج إلى القناتين، قناة مقال متكامل لمن أراد أن يقرأ بشموليته، وكذلك تلقمهم هي خواطر بسيطة وتوصل هذه الأفكار. التواصل الاجتماعي أو التويتر بالذات حقيقة جدا فعال في المجتمع، وأنا أتوقع في خلال الأعوام القادمة حيكون له تأثير قوي جدا في نشر الثقافة وفي التواصل بين أطياف المجتمع المختلفة. دكتور وليد، هل توقفت الآن عن إلقاء المحاضرات العامة وورش العمل أم لازلت يعني؟ لا بالعكس، أنا الآن أنشط من قبل، لكني توقفت مدة 3 أعوام لسبب بسيط. عندما كنت أشرح الرسالة حقتنا والفلسفة حقتنا مركز الطب الدولي، كنت أجد نوعين من الابتسامات، ابتسامة فيها نوع من السخرية أنه هذا الرجل بيحلم، والثانية فيها نوع من الشفقة، هذا الرجل مثالي أكثر من لازم، الله يعينه. فانتظرت حتى أصل إلى النقطة اللي هي خلاص حققنا الجودة والتعادل المادي، لأنه للأسف كثير من الناس لا ينظر إليك أنك أنت نجحت إلا إذا كان وصلت إلى التعادل المادي. فانتظرت حتى وصلنا إلى المعادلتين هذه حتى أقول للناس سبب هذا النجاح اللي ترونه هي هذه المبادئ اللي تحدث عنها في السابق، وكان ظن من ظن أن هذه مثاليات وهذا الشخص هو حالم. الصدق والأمانة والإخلاص والعمل الجماعي والإيثار والعدل والمساواة، القيادة بالحب، معايير كثيرة ومفاهيم كثيرة قد تكون غريبة على الناس اللي يعيشوا في ما يسمى بعصر الاندستريال أو اللي هو عصر الصناعة أو المعلوماتية وليس عصر الحكمة. سنعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكن في محور مختلف عن الدراسة، وهو محور الدعوة الإسلامية. ذكرت في بداية حديثك دكتور أنه تم ترشيحك ربما لتمثيل المسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر. بودنا أن تورد لنا قصة المحاضرة التي ألقيتها في كنيسة في الولايات المتحدة الأمريكية عقب هذه الأحداث. هو مش كنيسة واحدة، ربنا أكرمني، اللهم لك الحمد، مثلت الإسلام في خلال سنة كاملة في أكثر من 30-40 كنيسة، أكثر من 30-40 قناة تلفزيونية وصحف وغير ذلك. بس أول مرة خرجت فيها كانت يومين أو 3 أيام بعد 11 سبتمبر في كنيسة كبرى في بوسطن اسمها ترينيتي تشيرش اللي هي في كوبلي سكوير، منطقة رئيسية كان يحضر فيها المير والجوفرنر اللي هو العميد وكانوا موجودين العميد العمدة حيت المدينة والجوفرنر اللي هو المحافظ. وقدمني رئيس الكنيسة، ثم قرأت آيات اللي هي من سورة مريم بالإنجليزي في الأول، ثم قرأتها تجويدا، فانقلبت الكنيسة بكاء. عجيب. وكان هناك 5 قنوات تلفزيونية، وبعد المحاضرة يعني كان حقيقة شيء غير طبيعي. أتوقعت في الليل وأنا جالس في التلفزيون أشوف حاجة، ما في واحدة من القنوات الخمسة أيوة جابت المنظر، وهي الكنيسة انقلبت إلى بكاء. فالله سبحانه وتعالى يعني استعملني، وكنت أنا حريص على فكرة أو أسماء أبنائي، يعني بنتي الوحيدة اسمها مريم، سميتها مريم، قلت لها أنت وقف لله سبحانه وتعالى، أنا سميتك عشان كل واحد يسألني في أمريكا إيش بنتك أقول له مريم peace be upon her، ماري peace be upon her، فيقول لي أنت تؤمن بمريم عليه السلام، فيصير مدخل لي. يعني حتى في أسماء بناتك دخلت الدعوة. أنا عندي أحمد ومريم ويوسف وإبراهيم وعيسى وزكريا، ما شاء الله تبارك 5 أنبياء اسمه وقديس، الله يحفظهم. فكانت حتى في تسمية أبنائي كان عندي هدف أن يكونوا هم وسيلة للدعوة، لأنه أول حوار تبدأ أنت مع واحد في الغرب إيش عندك أولاد، تقول له عندي مريم ماري، فتبدأ إيش عملية الدعوة لله سبحانه وتعالى. ما أننا في الكنائس وأجواء يعني اليهود والنصارى، ربما هناك مناظرة لك مع حاخام يهودي كذلك، بثت هذه المناظرة على التلفزيون الأمريكي أو أحد التلفزيونات الأمريكية، ماذا جرى خلالها؟ والله هو كانت حوالي أول أسبوع بعد 11 سبتمبر، ووضعت في موقع معين، أجد وقفت جلست معي 3 أمامي، واحد دكتوراه في التاريخ والثاني في القانون واثنين منهم يهود وضليعين. وهذا الموقف هو موقف أحسست به في شعور لم يتكرر، كيف تكون أقوى ما تكون عندما تكون أضعف ما تكون. أحسست أن الله سبحانه وتعالى أنت يا رب اخترتني في هذا المكان، ما في حظ للنفس، أنا ما سعيت لي، أنت وضعت هذا المكان، فجر الكلام على لساني. كل من شاهد هذه الحلقة من يهود أو مسيحيين أو مسلمين قالوا والله لقد سحب البساط من تحت أرجلهم، يتحدث عن التاريخ وعن القانون
وأنا كطبيب من هارفارد أتحدث عن الإنسان وحقوق الإنسان. فحتى المسيحيين واليهود عندما نظروا قال هذا إنسان طبيب يتحدث عن الإنسان، وهؤلاء مخضرمين في التاريخ والقانون يلتووا بألاعيبهم. وهنا أدركت أن الله سبحانه وتعالى عندما كانت نيتي أن أدافع عن المسلمين من حفلة دولية وضعني في مكان خير من المكان الذي أردت. وذكرت الحكمة العطائية، إذا أردت أن يستعملك في أمر فلا غير سواه فلا تطلب منه أن يخرجك، فلو شاء لاستعملك من غير إخراج. جميل جدا. العام الماضي شهدتم كذلك في افتتاح مركز إسلامي في مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، هل لا زالت الصلاة بينكم وبين المراكز الإسلامية مستمرة أم انقطعت بعد هذه الفترة الطويلة التي قضيتها؟ هذا مركز حضارة إسلامي اللي هو أخذ منا 10 سنوات بناؤه، حجر حجر يوم يوم، اللهم لك الحمد، إلى أن وصلنا إلى انتهاء منه. والآن أنا رئيس مجلس أمناء المركز الحضاري الإسلامي أو الجمعية الإسلامية بوسطن بفضل الله سبحانه وتعالى. هو مركز حضاري إسلامي عبارة عن مسجد جامع ومكتبة ومركز للدعوة، وكذلك إن شاء الله الطور الثاني حيكون عبارة عن المدرسة التي تلحق بها بإذن الله. فأنا نشيط معهم، والآن الحمد لله يعني استطعنا استقطاب واحد اسمه صهيب ويب اللي هو بمستوى حمزة يوسف. جميل. في الدعوة، فالحمد لله يعتبر مكان نشيط جدا. وهدفنا هو cultural center، مركز حضاري إسلامي ليس مسجد، وإنما العودة بالمسجد مفهوم الشمول للمسجد. جميل. اللي هو كطريقة حياة، طريقة دعوة، تواصل مع أهل الكتاب. نحن أول ما بدأنا موضوع الحوار مع الأديان، لما بدأنا مشروعنا كان الناس يستغرب إيش بتعمل أنت تدخل غير المسلمين المسجد. لما الملك الله يحفظه قبل عامين نادى إلى حوار الأديان، أصبحوا الناس اللي هم حتى يهاجمونه يقولوا ما شاء الله تبارك الله، ترى أنتم سبقتوا عصركم. المركز حق الحضاري الإسلامي جاء ممثل لأوباما لافتتاح، جاء جاليات المسيحية واليهودية. فالحمد لله نحن هدفنا شعارنا لتعارفوا حتى يسمعوا كلام الله، نحاول أن نوصل كلام الله سبحانه وتعالى بأحسن طرق، إعجاز العلم في القرآن والتواصل مع أهل الكتاب حتى يسمعوا كلام الله وكذلك لتعارفوا. هل لك من معركة مع المحاكم الأمريكية؟ طبعا لنا يعني معارك مع المحاكم. وصلنا في المركز الحضاري الإسلامي الذي عرف خطورته هم الجالية اليهودية، فحاربونا عوام مديدة، رفعوا دعوة مثلا. نعم، رفعوا دعوة، جابوا واحد الجيران رفعوا دعوة، بفضل الله سبحانه وتعالى انتصرنا فيها. بفضل الله سبحانه وتعالى تم الافتتاح الرسمي. بفضل الله سبحانه وتعالى 50,000 مسلم في الجالية الإسلامية في بوسطن في ماساتشوستس سحبوا المشروع، لم يبقى إلا 5، لأن نظن نحن أنتم يعني دخلتونا في متاهات، مع أنه هذا المشروع الوحيد في أمريكا اللي هو شراكة ما بين الجالية الإسلامية وبين مدينة بوسطن اللي هي مدينة نفسها في التطوير، فعبارة عن خارج من نسج المجتمع، يعتبر مميز. ففي معارك كثير ربنا نصرنا فيها جميعا الحمد لله. طب سأنتقل لنقاط سريعة وتعليقات عليها. في حوارك اليوم معنا ذكرت الدكتور طارق سويدان واسمه أكثر من مرة، هل من علاقة مميزة تربطكم أم فقط كنتم في الغربة سوية أم اجتمعتم على أمر آخر؟ لا، أستاذ طارق من الناس الذين حقيقة يعني نحترمهم. أنا أعرفه من عام 1982 ميلادي، 30 سنة، ما شاء الله. كنا في واشنطن مع بعض، وأذكر من جاني بيتي واحدة مرة أنا هو الحان يعني، فأنا من أوائل من تتلمذ على يد الدكتور طارق سويدان. طارق سويدان مبدع ومخلص، وأجمل ما فيه أنه رجل موقف لا يتلون لا يتغير. أنا لا أحب هؤلاء الذين يتمايلوا يتلونوا، وله مواقف كثيرة أذكرها تدعم هذا الكلام، لكن الوقت يمكن ما يسمح أن أذكرها بالفعل. هذا محورنا ربما هو محور سريع، سأعود لزاوية أخرى على محور الكتابة في الصحف. تظهر لكم بعض الكتابات على صورة الإعلانات مدفوعة الثمن. يكون هناك يعني مقال ملون ومزركش في الصفحة الأخيرة ربما في الصحف المقروءة المشهورة في المملكة العربية السعودية. البعض يقول أن هذه الإعلانات هي أو المقالات هي معاريض، يعني أنت تخاطب جهات عليا ومسؤولين لكن بطريقة مختلفة عن طريقة المعاريض التقليدية. لماذا تجنح إلى الكتابة بهذه الطريقة وأنت لديك زواياك الخاصة؟ جميل. عملناها مرتين، المرة الأولى من الذي قتل مسرة وميسرة، عشان نخلص موضوع هذا من قضية رأي عام، دفعنا فلوس عشان ندافع عن حق الإنسان. وكان قصة مسرة وميسرة اللي ماتوا عشان في كان بيبيعوا مبيد حشري مفروض ما يباع في الأسواق. جميل. فنحن دفعنا فلوس عشان نخليها قضية رأي عام عشان ندافع وننافح
ونحمي المريض الإنسان في مجتمعنا. المرة الثانية المقال عنوانه عندما تختزل أحلام شعب في بلاعة، وذكرت في المأساة حقتنا في سيول جدة. الهدف من هذه مرة أخرى أن نسلط الضوء، وكان موجه لوالدنا الملك يحفظه الله عشان يحط يسلط أضواء ويعرف المأساة اللي احنا عشنا فيها. لم نسعى فيها إلى تعويض، نحن ما أخذنا أي تعويض ولا ريال واحد، ولم نسعى للتعويض، وإنما أردنا أن نكون جزء من الحل، وأن نكون جزء من اللي هي لجنة الكوارث، وكذلك أن نضع الموضوع نعطيه حقه ونخاطب به والدنا الملك عبد الله. يعني مفروض أن أمور زي هذه واحد يشكر عليها، ولو كل واحد في هذا المجتمع وضع في موضع معين وفي محنة معينة واستطاع أن يحول هذه المحنة إلى منحة وخلاها قضية رأي عام. أنا عندما كتبت المقالة كثير من الناس يعني قالوا ليش تعمل كده، أنت حتضيب نفسك مشاكل، لأن كل واحد خوفه على نفسه الأنا. لكن أنا ما فكرت في الأنا، أنا ضحيت وكتبت القصة في حين أنه حذرت أنه قد يكون لها تبعات سيئة من منطلق واحد فقط، أني أريد أن تكون قضية رأي عام وأحول هذه المحنة مجتمع إلى منحة. ولذلك وافقت كذلك أن نسجل فقرة عبارة عن كنت ساهمتم فيه، اللي هو البرنامج اللي هو مناشدة ربما، نعم، اللي هي مقاطبة لولي للملك حفظه الله. تحدثت عن تعويضات وأنكم لم تحصلوا على تعويض، هل خسرتم بداية؟ هل نعم خسارة؟ نعم، لكن شوف أنا ما في أنا كلمة الخسارة، إحنا تضررنا أكثر من 30 مليون ريال، لكن أنا أعلم هناك أناس تضرروا أكثر منا، ولذلك نحن لم نسعى للتعويض. يعني لم تحصل على أي تعويض من 30 مليون ريال؟ أبدا، ولم نسعى للتعويض. طيب هناك أناس تضرروا أكثر منا. الأمير خالد الفيصل بارك الله فيه هو اللي أصر أنه يبعث لجنة عشان تشوف خسائرنا، وعملوا تقييم، لكن لم نعوض شيء، ولم نحاول نحن أن نتابع، لأنه ليس الهدف أن نحن أن نعوض على. يعني ما يشاع أن الدكتور وليد فتاحي استلم 30 مليون ريال؟ لم نستلم ريال واحد. لم نستلم ريال واحد، ولم تكن هذه نيتنا، ولولا أن الأمير خالد الفيصل نفسه طلب لجنة أن تأتي لتقييم الأوضاع ما كنا لنطلب هذه اللجنة. جميل. 24 مارس 2010 تم اختيارك كأفضل رئيس تنفيذي في المجال الصحي في المملكة العربية السعودية. هذه الجائزة معروف أن الأشخاص اللي يقدموا عليها ومعظمهم ممكن يقدموا بترشيح وقدموا بأوراق وقالوا أنهم يعني رشح أنفسهم، قلت أنت أنك لم ترشح نفسك لهذه الجائزة. نعم هذا صحيح. الجائزة كيف حصلت عليها؟ من رشحك؟ جميل، هذه الجائزة معظم الرئيس التنفيذيين قدموا لها. جاني المسؤول حق التسويق قال لي هذه جائزة كل مقدم لها، نريد أن نقدم. فأنا رفضت، قلت له نحن نبني مؤسسات لا نبني أفراد، وحاول يناقشني أنه هذه فيها خير لنا كمؤسسة، فرفضت ورفضت ورفضت. الذي حدث أنه هو استعان ببعض الرؤساء الباقين وقدموا بنيابة عني بعدم علمي. ثم جاءوا وقالوا نحن فزنا بها، فقلت لهم مقولة معقولة أنه الجائزة الحقيقية هي ليست ما سأستلمه من هؤلاء الناس، الجائزة الحقيقية أن يحاط الإنسان بمجموعة أمثالكم يعتقدوا ويتعشموا في أن أكون أستحقها، وأنا أعلم أني ما أستحقها، لكن كونكم تعتقدوا أني أستحقها فهو وسام أضع على صدري. الاستقرار في المركز الطبي الدولي، هناك عدم استقرار من زاوية الأطباء من وجهة نظرهم، الأطباء يذهبون ويأتون ويدخلون ويخرجون، الأمر الذي يؤثر سلبا على المرتدي المستشفى من المرضى. نعم. ما هو سبب عدم الاستقرار؟ أبدا، إحنا عندنا ما يسموها الريتنشن أو اللي هي بقاء الأطباء الاستشاريين 93%، وهذه نسبة طبيعية سنوياً. كم تكون النسبة الطبيعية؟ لا تصل في بعض المؤسسات إلى 80% 70%، نحن 93 إلى 95% النسبة البقاء حقتنا. طبيعة الطب بشكل عام وطبيعة طبيب اليوم، للأسف طبيب اليوم أصبح كثير من الأطباء يعني أصبحوا كرجال أعمال يتنقل مكان إلى آخر. المركز الطبي الدولي عنده أعلى نسبة حفاظ على أطبائه من أي مستشفى أخرى، بالرغم من أن نحفظ للطبيب حقه إذا أراد أن يذهب مكان آخر، لا نحرمه ما يسمى بخطاب عدم ممانعة، لأنه في بعض المستشفيات حتى يحرم الطبيب من عدم ممانعة. نحن لا، نحن نعامل إنسان الطبيب هذا كأحد زملائنا، بالرغم أنه القانون ممكن يحمينا أنه نحن نمنع الطبيب، لا نفعل ذلك،
وبالرغم من ذلك عندنا أعلى نسبة بقاء لأطباء مركز الطب الدولي، لأنه في النهاية هي المناخ. بل بالعكس، هناك أطباء كثيرين يتركوا مستشفى أخرى ويأتوا مرتبات أقل مركز الطب الدولي فقط من أجل المناخ الموجود اللي ربنا هيأ لنا. هو مثلا موضوع صنع القرار، كل قراراتنا عبارة عن شورى ملزمة. شورى ملزمة، أنا I lost my votes many times، ليست شورى معلمة، خسرت تصويتي كثير من الأحيان. وأنت رئيس مجلس الإدارة. نعم، لأنه أنا أؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لأحد أن يستأثر برأيه لكان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما استشار أصحابه في شيء إلا نزل إلى رأيهم. من هذا المنطلق الطبيب يجد نفسه في هذا المكان، هو قادر على أن يسمع صوته ويحترم عقله وله صوته، ويستطيع كذلك إذا كان القرار قرار غير سليم يعتقد أنه يصوت عليه، ورئيس التنفيذ لا يستطيع أن ينفذ القرار اللي هو مؤمن به. لا نستطيع أن نختم الحوار هذا سوى أن نتطرق لقضية يعني تشغل بال كل مسلم في هذه الأيام وتحديدا في هذه الفترة، وهي قضية إخواننا في سوريا. يعني عرف عنك في كتاباتك الاهتمام بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى وغيرها من القضايا التي تهم العالم الإسلامي، ومؤخرا نجد كتاباتك كذلك في تويتر حول القضية السورية. ماذا بيوسع الشاب، ونحن في قناة يعني في هذه القناة نتحدث عن دور الشباب، ماذا بيوسعنا أن نفعل تجاه قضية سوريا؟ والله طبعا اليوم بمصادفة اليوم الملك الله يحفظه يتحدث عن سوريا، وأتوقع وأتمنى غدا تبدأ الشركات الكبرى زي الSTC والموبايلي ويسهلوا الناس عملية دعم أخواننا في سوريا. أنا مستغرب إن دحين ليش نحن ما كان في طرق أبسط للناس يتبرعوا بالمال الغذاء والدواء. فأنا أعتقد أول شيء لأن إحنا هو الكلمة والدعاء، والثانية عصب الحياة هو المال، فندعو أن يكون لنا دور فعال في ذلك إن شاء الله. دكتور وليد فتاحي، كلمة أخيرة. حقيقة طبعا أشكركم على هذه الدعوة. نحن في حقبة زمنية نريد أن نبني بها حضارة، والحضارة هي إنسان وتراب وزمن. بناء الإنسان يتطلب الكثير، ولكن أفضل طريقة لبناء الإنسان هي إيجاد القدوات، ونحن علينا دور أن نبرز هذه القدوات، وعلينا دور كذلك أن نصنع الإنسان ونركز في البشر قبل الحجر إن شاء الله. شكرا لك يعني دكتور وليد فتاحي على هذا الوقت الذي قضيته معنا في الإجابة على المحاور والأسئلة التي يعني أثريتنا بها كثيرا. جزاك الله خير. شكرا أخوي عاصم. والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام من خلف الشاشات على استماعكم ومشاهدتكم لهذه الحلقة مع الدكتور وليد فتاحي. لأن نلتقي بكم في حلقات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئنا وفينا نبض القلوب فيض الشريعة والكتاب، نطوي مسافات الدروب من بين ساحات الشعوب. جئنا وفينا نبض القلوب فيض الشريعة والكتاب، وعلى نوافذ نلتقي أسمى المعارف نستقي، من كل بحر ننتقي أغلى مضامين الصواب.